وحارس المرمى مسعد عوض، والركلة الأولى على طول مسعد عوض، مسعد عوض ويحطها، حطها جميلة قوي، حطها مسعد على طول، رشموندا حطها حلوة على يمين مسعد عوض، والركلة الأولى لمنتخب غانا يسجلها اللاعب رشموند، حطها جميلة في ارتفاع ممتاز على يمين مسعد عوض، الركلة الأولى سجلوها لاعبي غانا. والآن طبعا الركلة الأولى بالنسبة للشباب مصر، والركلة بقدم مين؟ الركلة الأولى بالنسبة لمنتخب مصر للشباب بقدم رامي ربيعة. رامي ربيعة والحارس إيريك أنتوي حطها بره، حطها بره بعيدة. رامي ربيعة بيضيع الركلة الأولى لمنتخب مصر في المباراة. الركلة الأولى بتضيع بالنسبة لشباب مصر، حطها بعيدة جدا جدا. رامي ربيعة هذا هو حطها، طلعت بره، طلعت بره، راحت على الشمال بعيدة، على الرغم من الحارس إيريك أنتوي راح على حتى اليمين، ولكن حظنا وحش. الركلة الثانية بقدم مين؟ بقدم اللاعب أركروفول رقم 2، أركروفول ويحطها بمهارة عالية، حطها بمهارة عالية جدا على يمين الحارس مسعد عوض. والركلة الثانية لمنتخب غانا للشباب، لعبوا ركلتين، سجلوا ركلتين، ولعبنا ركلة ضيعناها، والركلة القادمة هي الركلة الثانية بالنسبة لمنتخب مصر للشباب. الركلة الثانية بالنسبة لشباب مصر بقدم طبعا صالح جمعة، وادي الحارس إيريك أنتوي حارس المرمى على طول لصالح جمعة، صالح جمعة والركلة صالح، والحمد لله حطها جميلة، الحمد لله حطها جميلة. يبقى كده 1-2 منتخب غانا في ركلات المعاناة الترجيحية. منتخب غانا متقدم على منتخب مصر في ركلات المعاناة 2-1، كل منتخب لعب ركلتين، منتخب غانا سجل الركلتين، ومنتخب مصر سجل ركلة وضيع ركلة. الركلة القادمة الركلة الثالثة للمنتخب الغاني، والركلة بقدم مين؟ هنشوف ونتابع. يلا يا مسعد عوض، تركيز ان شاء الله، تألق وابداع باذن الله. الركلة بقدم على طول ادم احمد، والتصويبة حلوة 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 حلوة، مسعد عوض يتألق، يتألق مسعد عوض ويصد مشاهدينا. الركلة الثالثة لمنتخب غانا بقدم ادم زي احمد، ادم زي احمد رقم 4 يضيع الركلة الثالثة بالنسبة لمنتخب غانا، وأول ركلة يضيعوها في البطولة في المباراة. لو سجلنا الركلة القادمة هيكون تعادل إيجابي 2-2 بإذن الله. يلا يا شباب ممتاز، تسلم إيديك يا مسعد عوض. وادي الركلة القادمة بقدم مين؟ بقدم على طول أحمد سمير، الله عليك الله عليك، أحمد سمير يحطها بمهارة عالية ويسجل مشاهدينا الركلة الثالثة لمنتخب مصر. كده النتيجة مشاهدينا، التعادل موجود، التلاحم موجود، تعادل إيجابي 2-2 في ركلات المعاناة الترجيحية، في ركلات المعاناة الترجيحية، كل منتخب سجل ركلتين وكل منتخب ضيع ركلة. الركلة القادمة هي الركلة الرابعة بالنسبة لمنتخب غانا، والركلة بقدم اللاعب القائد والكابيتانو، وهو اللاعب لاورنس، لاعب لاورنس 14 هو صاحب الركلة، مسعد عوض، مسعد عوض، يلا يا راجل، يلا يا راجل، واللاعب لاورنس، والركلة الرابعة، وعلى طول يحطها جميلة، حطها جميلة على يمين الحارس مسعد عوض. ثلاثة منتخب غانا، ثلاثة منتخب غانا، والركلة القادمة هي الركلة الرابعة بالنسبة للمنتخب المصري. ادي اللاعب لاورنس حطها جميلة جدا على يمين مسعد عوض، حطها حلوة قوي. الركلة القادمة بقدم مين؟ أحمد رفعت، أحمد رفعت والركلة، الركلة الرابعة بالنسبة لمنتخب مصر للشباب. وادي الحارس إيريك أنتوي
واحمد رفعت وجول. الحمد لله حطها، الحمد لله حطها في الشباك. 3-3 الركله الخامسه، الركله الخامسه بالنسبه لمنتخب غانا. الركله الخامسه والاخيره، لو ضيعوها وسجلناها نفوز باذن الله بالبطوله باذن الله يا رب، باذن الله يا رب. عاد اللاعب اوفوري، عاد اللاعب اوفوري رقم 3، اللاعب الباك الشمال، والحارس مسعد عوض، مسعد عوض. والركله الخامسه والاخيره على طول اللاعب اوفوري ومسعد عوض، والركله على طول اوفوري اوفوري اوفوري، وحطها جميل، حطها حلوه على اليمين، حطها حلوه على اليمين، كل ضرباتهم بيحطوها على اليمين. ادي اللاعب اوفوري حطها على اليمين، ومنتخب غانا 4 ومنتخب مصر 3. الركله القادمه، الركله الخامسه، الركله الخامسه والاخيره، لو سجلناها باذن الله نلعب ركله وركله باذن الله، باذن الله. الركله الخامسه والاخيره، والركله بقدمين، بقدم على طول احمد محمود الكهرباء، ادي محمود الكهرباء، والحارس على طول اريك كانتوي، وعلى طول جول. الحمد لله حطها جميله قوي، حطها جميله قوي. 4-4 منتخب مصر سجل 4، منتخب غانا سجل 4، وكل منتخب ضيع ركله، كل منتخب ضيع ركله. كده هنلعب ركله وركله، كده هنلعب ركله وركله. يلا يا شباب، يلا يا نجوم، ركلات المعاناه الترجحيه، ركلات العذاب الترجحيه، ركلات الحظ الترجحيه، ومسانده كبيره جدا، رهيبه جدا جدا، مسانده كبيره جدا، رهيبه جدا جدا. على طول الركله، الركله السادسه لصالح منتخب غانا بقدم مايكل انابا، هذا اللاعب انابا رقم على طول 16، والركله وخطيره، هوبا في العارضه، في العارضه في العارضه في العارضه، لو سجلناها نفوز، لو سجلناها نفوز. على طول على طول مايكل انابا يحطها فين؟ تيجي في العارضه مشاهدينا، تيجي في العارضه متابعينا. الركله السادسه، الركله السادسه بيضيعوها لاعبوا النجوم شباب غانا. الركله القادمه باذن الله وبعون الله ومشيئه الله هي ركله الفوز باللقب باذن الله. يلا يلا يا حسام يا غالي، يلا يا حسام يا محمد يا غالي، حسام غالي. والركلة الأخيرة بإذن الله ركلة الفوز بعون الله. يا رب يا كريم فرح كل المصريين، يا رب يا كريم اسعد كل المصريين، يا رب يا كريم. جوه الجول، جوه الجول، جوه الجول. مليون مبروك، مليون مبروك، مبروك 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 للشعب المصري، مبروك للشعب المصري، مبروك لل 80 مليون مصري على هذا الانجاز. هو اعجاز وليس انجاز، اعجاز شباب مصر، اعجاز نجوم الغد ومستقبل الغد للكرة المصرية والعربية. ابناء مصر يحققوا فوز غالي وغالي جدا جدا، فوز صعب وصعب.